في إطار مكافحة الجرائم المنظمة المتعلقة بتهريب ونقل وشحن المخدرات، تمكنت الفرقة الجنائية بأمن ولاية تبسة بعد استغلال معلومات وردت إليها مفادها قيام مجموعة إجرامية بعملية نقل وشحن كمية المخدرات من خارج من البلاد إلى خارج الوطن عبر الحدود الشرقية، حيث تم نصب كمين لأشخاص على متن مركبتين، حيث تمكنت ذات الفرقة من توقيف مركبتين. التفتيش لمركبة تم العثور بداخلها على كمية مخدرات قدرت ب 10.5 كيلوغرام من راتش القنب الهندي، كما تم حجز المركبتين وتفتح تحقيقي بالتنسيق مع السيد وكيل الجمهورية. يجدر الذكر أن في هذه القضية تورط 3 أشخاص. واستغلال المعلومات وردت إلى فرقة البحث والتدخل من أمن ولاية تبسة مفادها قيام مجموعة إجرامية منظمة بعملية تهريب وشحن ونقل مجموعة من الأقراص المهلوسة، حيث تم نصب كمين بعد إخطار السيد وكيل الجمهورية. تم تمديد الاختصاص إلى مدينة بالعاتر بالمنطقة الحدودية. تم توقيف 3 أشخاص وهم يحوزون على كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة قدرت ب 1200 قرص من نوع بريغابالين. عملية التوقيف والتحقيق مع المجموعة جارية بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة.